السلام عليكم، معكم داني اسماعيل من قسم الهندسة الصناعية. رح أكون معكم إن شاء الله بشرح معادلة الكمبيوتر بروجرامينج. أوكي، نحكي شوي عن الماتا. الماتا هي مكونة من شابترات 1 ل 8 ما عدا شابتر 7، وفي كمان شابتر 12. هل الماتا هي فعليا لغة برمجة يلي هي C++. نحكي شوي عن C++. هي واحدة من اللغات المشهورة خصوصا في موضوع الفيديو جيمز، وهي بالأصل امتداد للغة سي. يعني لغة سي مسكوها طوروها وسموها C++. اوكي، خلينا نبلش بالشابتر الاول. الشابتر الاول بيحكي عن موضوعين رئيسيين. اول واحد هو كيف الكمبيوتر بيتعامل مع الكود، والثاني هو الالجوريثمز. بالنسبة لهذا الشابتر بالغالب الاسئلة اللي بتيجي عليه هي اسئلة تعريف ومصطلحات، بس مهم كتير نعرف كيف الكمبيوتر بيتعامل مع الكود وكيف نكتب ألغوريثم قبل ما نبلش نعمل كودينج، أو قبل ما نبلش نحكي عن السينتاكس واللانجويج كاملة. ونوعا ما الأسئلة هاد الشابتر تكون نسبتها قليلة. المهم نبلش في الموضوع الأول اللي هو كيف الكمبيوتر بيتعامل مع الكود. هلا احنا بنعرف ان الكمبيوتر مكون من الكومبوننت تاعونه الهاردوير والسوفتوير. الهاردوير اللي هم الـ input output devices، الميموري و CPU. السوفتوير اللي هم الـ programs اللي بيكونوا مكتوبين بوحدة من لغات البرمجة وبيكون عندهم مهمة ينفذوها. هلا هم قلنا بيكونوا مكتوبين بوحدة من لغات البرمجة زي شو؟ زي الـ C، الـ C sharp، الـ C++، جافا، بايثون وهدول. هلا شغلة مهمة، الكمبيوتر بيفهم بس الباينري لانجوج اللي هي بتكون الزيرو والوان، تكون مكتوبة بالزيرو والوان. احنا اكيد صعب نتواصل مع الكمبيوتر بالباينري لانجوج لانه مستحيل نقدر يعني مستحيل نقدر نحكيها ونفهمها. فنوجد لغات البرمجة حتى تسهل هذا الموضوع علينا. كيف الكمبيوتر تتعامل مع C++ programs او كيف بتعملها process؟ الموضوع بيبلش عند الإيديتر. من الإيديتر اللي هو الإشي اللي بنستخدمه لحتى نكتب البروجرام، بينتقل الموضوع للبريبروسيسر. البريبروسيسر بيعمل بروسيس للجمل اللي بتبلش بالهاشتاج. شو هي هاي الجمل؟ رح نتعرف عليها لقدام. بس المهم إنه وظيفة البريبروسيسر إنه بيعمل بروسيس لهاي الجمل اللي بتبلش بالهاشتاج. بعدها بيجي دور الكومبايلر. شو بيعمل الكومبايلر؟ بيعمل تشيك على البروجرام بيتأكد إذا في ايرورز أو ما فيها. هذا النوع من الايرورز اللي بيعمل الكومبايلر عليها تشيك بنسميها السينتاكس ايرور. في حال الكومبايلر لقط سينتاكس ايرور أو حدد مكانه، بيرجع الموضوع لعند الإيديتر. ومين بيعدل هذا السينتاكس ايرور؟ المبرمج نفسه بيعدل السينتاكس ايرور وبيرجع الموضوع نكمله. الكومبايلر بمجرد ما يعمل كامل التشيك ويتأكد انه ما في خلص ولا اي سينتاكس ايرور بينتقل لمهمته الثانية. فالكومبايلر مهمته الثانية بيشتغل كترانزليتر. شو بيعمل؟ بيروح بيعمل ترانزليت للبروجرام كامل، بيحوله من لغة برمجة للغة كمبيوتر للماشين لانجويج. بعدها بيجي اشي اسمه library. شو هي library؟ هي pre-written programs، يعني برامج جاهزة ومكتوبة. هاي البرامج الجاهزة والمكتوبة library اللينكر بيعمل على ربطها مع البروجرام الأساسي اللي عندنا. بمجرد ما اللينكر خلص مهمته بيجي دور اللودر. اللودر بيروح بيحمل هذا البروجرام على الميموري. بمجرد ما البروجرام صار محمل وجاهز على الميموري بينتقل الموضوع للفاينل ستيب للاكسكيوشن، وبكون هيك خلص البروجرام او وصل لمرحلة انه تنفذ. شرح الموضوع بكلام موجود اصلا في الكتاب، وهو هذا من الكتاب ومع التعريفات اللي ممكن تيجي: الاديتر، السورس كود، السورس بروجرام، البريبروسيسر، بكامل التعريفات موجود خلال الشرح اللي موجود أصلا من الكتاب. نكمل
رح نبلش بموضوع الالجوريثم. كيف نكتب الالجوريثم؟ ايش هي الالجوريثم اصلا؟ الالجوريثم اني بدي اشوف المسألة الاصلية، اطلع الاوتبوت والانبوت، والطريقة اللي بطلع فيها الاوتبوت من الانبوت. هاي فعليا الالجوريثم. فعليا ايش بتسوي بالالجوريثم؟ احنا الالجوريثم رح ناخدها وبنحولها ل C++ language او لل language اللي بدنا اياها. هاي كعملية اني احول الالجوريثم ل language، هي فعليا اللي بنسميها البروجرامينج. ففعليا البروجرامينج انا بدي احول الالجوريثم ل executable program. كيف بنعمل هذا الاشي؟ بروح بحدد الاوتبوت شو هو، بحدد الانبوت شو هو، وبحدد الطريقة اللي بوصل فيها للاوتبوت، وبصيغهم بطريقة فبتطلع معاي الالجوريثم. ناخذ مثال الموضوع. طالب مني اعمل ديزاين للالجوريثم to find the parameter والاريا للريكتانجل. بمجرد ما بدي انا احدد او اسوي الالجوريثم، بدي احدد قلنا 3 اشياء: الاوتبوت، الانبوت، والواي. طيب الاوتبوت حسب ما مذكور بالسؤال هو بده يعني الالجوريثم هاي تكون نتيجتها الباراميتر والاريا لهذا الريكتانجل، والمفروض انه الاوتبوت يكون الاريا والباراميتر. اوكي، حددنا الاوتبوت. شو الانبوت؟ كيف بحدد الانبوت؟ بحكي انا ايش الاشياء اللي بتوصلني للاوتبوت. حتى اعرف اريا وباراميتر لاي ريكتانجل، فالمفروض اعرف اللينك والويث لهم. فالمفروض انه الانبوت يكون طول والعرض، اللينك والويث. تمام، حددنا الانبوت والاوتبوت. ضل الوي. كيف انا بقدر اوصل بين الاوتبوت والانبوت؟ في احنا بنعرف انه في equation للاريا equation للبرميتر، فالواي رح تكون هدول الاكويشنز. بروح بحدد هدول الاكويشنز، الاريا 2 في اللينكث زائد الويث، والبرميتر لينكث في الويث. وبهيك بكون حددت الثلاث اشياء. بضل اني اصيغها، بحكي له انه بالاول جيت ذا لينك، وبعديها جيت ذا ويث اللي هم الانبوت. فبالبداية لازم ندبر الانبوت يكونوا معانا اللينك والويث، وبعدها اوجد الباراميتر والاريا عن طريق كل وحدة معادلتها او الاكويشن تاعتها.